استقبلت المدارس الحكومية اليوم أكثر من 153 ألف طالب وطالبة في انطلاقة العام الدراسي الجديد، وذلك في أجواء ترحيبية محفزة. ويأتي ذلك بعد عودة الكوادر الإدارية والتعليمية والفنية يوم الأحد الأول من سبتمبر تمهيدا لاستقبال الطلبة، وبعد تنظيم اليوم التعريفي في الثاني والثالث من الشهر نفسه استكمالا لخطة وزارة التربية والتعليم لتهيئة جميع المدارس للعودة المدرسية. مع قرع صوت الجرس إيذانا ببدء اليوم الدراسي وداخل أسوار المدرسة، أجواء يعيشها الطلاب والطالبات في أول يوم لهم من العام الدراسي الجديد، بداية يصاحبها تطلع لتحقيق الإنجازات على الصعيد الأكاديمي. فمنذ أن فتحت المدرسة في ساعات الصباح الأولى، بدأ المعلمون والمعلمات باستقبال الطلبة الذين توافدوا لملء الساحات المدرسية والصفوف. كل عام وطالباتي بخير، تمنياتي لهم بعام دراسي مكلل بالنجاح، حافل بالإنجازات الباهرة بتكاتف معلماتنا وتكاتف إدارة المدرسة. بدينا استعداداتنا من نهاية العام الدراسي، تجهيز الجداول المدرسية والأنصبة على المعلمات والفصول الدراسية على أساس تكون مهيئة لاستقبال طالباتنا. نرحب بأبنائنا الطلبة بالعودة إلى المدارس، وإن شاء الله نتمنى لهم عام سعيد وبنتائج أفضل للأفضل إن شاء الله. استعدت الهيئة التعليمية لليوم الأول بشكل ممتاز، حيث ركزت على توفير بيئة تعليمية محفزة ومريحة للطلاب مع التواصل الفعال مع أولياء الأمور لتسهيل اليوم الأول. أعدت مدرسة الازدهار خطة تنظيمية حق اليوم الأول للعودة إلى الدراسة، يشمل أركان ترفيهية ويشمل جولات حق الطالبات داخل المدرسة. بالنسبة للمرحلة اللي هي المرحلة الأولى، طالبات الصف الأول ركزنا عليهم أكثر لأنهم كونهم فئة مستجدة على المدرسة، فأعدينا خطة تهيئة بحيث أن احنا نعرفهم على أركان المدرسة، نحمسهم بحيث أن احنا نبتدي معاهم استراتيجيات مثل استراتيجيات تعلم باللعب. ولطالما كان ولا يزال المعلم هو المخزون الثقافي والمعرفي لطلابه، فيبذل المعلمون والطاقم الإداري في المدارس جهودهم من خلال وضع الخطة الدراسية والأساليب التحفيزية ليتلقى الطلاب والطالبات المعلومة بكل سهولة وسلاسة، وسط حرص من وزارة التربية والتعليم على تحصيل الطلبة على التعليم المتميز. احنا في قسم النطق واللغة والتربية الخاصة عموماً جاهزين ومستعدين لتقديم خدماتنا بدءا من الحصر إلى التشخيص وإعداد الخطط العلاجية الفردية وتقديم الجلسات العلاجية وصولا إلى تقديم الدعم والمساندة لأولياء الأمور وحتى المعلمين والمعلمات. تم التجهيز للعام الدراسي الحالي من خلال أخذ جولة تفقدية على المبنى الدراسي وتجهيز الصفوف الدراسية بأن هي تكون بيئة محفزة وآمنة للطالبات. طبعاً استعدت المدرسة لاستقبال الطالبات في العام الدراسي الجديد من خلال الإعداد الخطة الشاملة لتهيئة الطالبات واستقبالهم في بداية العام، من خلال الاستعداد لاستقبال طالبات الصف الأول الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي، من خلال إعداد محطات تعليمية مشوقة متنوعة، وعدينا الصفوف بكامل الوسائل الجاذبة لهم، واستعدوا المعلمات من خلال إعداد حصة التهيئة للحصة الأولى في اليوم الدراسي الأول. مشاعر من الفرح والشوق استقبل بها المعلمون والمعلمات والطاقم الإداري الطلبة والطالبات، متمنين لهم عاما يملأه التفوق والنجاح. فتحت المدارس الحكومية أبوابها مستقبلة الطلبة والطالبات لتبدأ رحلة الجد والاجتهاد في العام الدراسي الجديد مع كافة التجهيزات والاستعدادات التي عملت عليها وزارة التربية والتعليم. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.